قوتنا بحجتنا بكل عمرنا مع خليج الازمه. وان شاء الله نحاول ان نوفركم اجواء العمل. احنا سبق وانه زرناك الى مقر المحافظه وطلبنا من عندك انه لا يجوز ان اي عامل يعمل في ضمن الشركات والمؤسسات الموجوده والمنظمات الموجوده الا عن طريق اتحاد نقابات العمال، لان هو الحامل الاساسي للعمال والقاعده الاساسيه للعمال. وعندنا الامكانيه ان نبني مدينه تينو باقل كلفه وباقل فتره. المناطق الصناعيه فيها خبرات استاذ، فيها خبرات، فيها يعني عقول تقدم. اكيد احنا راح نشوف الطلبات اللي نعم راح نتفاعل معنا بشكل جدي يخدم مسيره المحافظه والملك واخواننا العمال داخل. لكن احنا يعني ما دخلنا جهد في سبيل ان نستحصل قدر الامكان شيء للمدينه، لكن الحقيقه هناك من يحاول دائما ان يشوه الصوره للمصر في سبيل انه ما يسمح لا الشركه ولا المستثمر يجي للمصر. هذا يؤيد انه العمال مهمين جدا وفرص العمل مهمه جدا، يجب ان نوفر هذه الفرص حتى نقدر نوفر عمل. اما اذا ما توفرت فرص عمل وبقوا الشباب عاطلين، انا اقول لك راح تتعبون، الجيش يتعب. يعني هو الامن موجود بالموصل، ولكن ممكن في فترات ان نجلب الاستثمار، استثمار محلي، اجنبي، عربي. النقطه الثانيه على البطاله. استاذي الكريم، البطاله مرتبطه بالعمل، كل ما كثرت البطاله العراق اكثر. توفير فرص عمل للعمال العاطلين اهم شيء. النجاح والخيار يستحقوا هذا من العمال، من العمال تستحقوا والله العظيم درع الوفاء لنينوى، لعمال نينوى، لابناء نينوى، للعراق. هذا الدرع الابداع والتميز تستحق والله العظيم ايضا الدم. مبروك عليكم. خليه الازمه اليوم نحن مع سياده قائد العمليات لواء نجم وقائد شرطه نينوى لواء حمد. زرنا باعتزاز اتحاد نقابات العمال فرع نينوى، التقينا مع القياده العماليه مع كل النقابات في هذا الاتحاد الكبير، واستمعنا وتحاورنا حول كل المشاكل التي تواجه عمال نينوى. نحن أطلقنا مشاريع كثيرة وطلبنا من اتحاد نقابات العمال أن يشارك عمال نينوى في هذه المشاريع، وأيضا نحن نطلب من كل الشركات التي تستحصل على هذه المشاريع أن تبادر إلى اتصال مع اتحاد نقابات العمال وكل النقابات العمالية لكي يعمل عمال نينوى في هذه المشاريع وتكون لهم الأسبقية والأولوية في التوظيف وفي العمل في هذه المشاريع. كل مشكلات، كل اختناقات اتحاد نقابات العمال وما يعانيه العمال في نينوى ستصل إلينا من خلال تقرير مكتوب، وسنضع الحل لكل مشكلة إذا استطعنا إيجاد الحل إن شاء الله. طبعاً في هذا اليوم الجميل وصباح هذا اليوم زارتنا خلية الأزمة إلى مقر اتحاد نقابات العمال، وعلى رأسهم الدكتور مزاحم الخياط. كان حضور قائد عمليات وقائد الشرطة والدكتور على رأس هذه الخلية، والتقينا مع جنابهم وطرحنا كل المعوقات التي تصادف وتواجه اتحاد نقابات العمال وعمال محافظة نينوى في المناطق الصناعية وعلى مستوى عمال البناء وعلى مستوى كل النقابات الموجودة المنضوية تحت هذا الاتحاد، ووعدونا خيرا خلية الأزمة بأن يكون التصاق مباشر مع خلية الأزمة اتحاد نقابات العمال مع خلية الأزمة بكل ما تقتضيه الأمور في لخدمة أبناء نينوى وبناء محافظة نينوى، وإن شاء الله راح نكون جنود أوفياء لخدمة هذه المدينة وأبناء هذه المدينة من خلال تقديم بناء المشاريع وكل ما تطلب له المحافظة. فأتمنى لإخواني والقيادة النقابية العمالية وكل عمال محافظة نينوى النجاح والتوفيق في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الكريم.